ارجع تاني برضه سؤال انت حضرتك قلته، طب انتوا مش شايفين ان منظمه الصحه العالميه بتقول ده المصل او اللقاح ده ما فيش الا 21 و بص العالم كله اتفق على حاجه، لن نستطيع اغلاق الاقتصاد اكتر من كده. عارف المثل الشعبي، معلش يعني اه اسف، يعني يعني نص خلاص العام بقى العام العالم كله كله بيقول لك التعايش مع الكورونا، اه ده مش حل تاني. لا هي الناس، ما هو يعني عاوز اقول لحضرتك على الناس حاجه، جربت تقعد في نموت الناس البيوت من الجوع وتخرب بيتها. بالظبط، نموت الناس من الجوع ولا يعني مثلا احنا في مصر عدد وفياتنا في كورونا نتكلم دلوقتي ما وصلناش ل 5500 الحمد من لله. مارس الحمد لله لغايه دلوقتي، ولا حياه اكتر من 100 مليون بني ادم صحيح. بس. فاحنا نتحمل وناخد الاجراءات الاحترازيه وما الى ذلك، بس لا لازم نكمل بقى لانه ما قدمناش بديل. وخد بال حضرتك من حاجه، احنا نعم. ما خدناش اجراءات تعيد مصر لما قبل 2016 لان كنا حريصين على هذا. ايوه الخطه صعبه، الخطه شديده، بس احنا ربنا كرمنا باصلاح اقتصادي عنده فوائد نستخدمها في ان نحرك بلد طب استسمعك وقدرناها. هتوقف بس لحظة، خليني أسألك السؤال العكسي. تعال نقول احنا دخلنا على كورونا وما كناش عملنا اجراءات الاصلاح الاقتصادي، ما الناس ممكن ما تبقاش عارف، وانا اللي امانة ما اعرفش لان انا مش اقتصادي، يعني هو ايه اللي كان هيحصل لو كنا انا هقول كملنا؟ لحضرتك ايه اللي كان هيحصل يعني ارسم لي الصورة حضرتك، برضو ما علشان انا هرسم الناس لك الصوره. تبقى انت عارفة. محتاج قمح عشان اعمل لك رغيف عيش، ما عنديش فلوس اجيب لك قمح، يبقى ما فيش رغيف عيش. طب عفوا، محتاج ليه ما عنديش فلوس برضو؟ عشان الفلوس عمله صعبه وانت احتياطياتك تعبانه والبنوك في حاله، احنا نسينا ولا ايه؟ كان احنا الدولار في السوق السوداء ب 20 وفي البنوك ب 7. مش القضية في السعر، القضية هو موجود، أقدر أروح البنك أفتح اعتماد مستندي لا مش عشان موجود. أستورد؟ هيقول لك أقف في طابور أول ما ألاقي فرصة بعد 6 شهور ولا حاجة أندهلك. الله، طب صحيح. يا جماعة ده أنا بجيب قمح، ده أنا بجيب مواد خام عشان المصانع اللي بتنتج مواد بتاع، ده أنا بستورد بعض السلع الغذائية وبعض أنا هسأل حضرتك حاجة يا محمد بيه، ارجع كده بالذاكرة قبل الإصلاح الاقتصادي، مش الناس كانت بدأت تتكلم يا جماعة ده احنا بنخش المحلات الرفوف فاضية؟ ده اللي كان هيحصل، الحقيقة كانت كده. ده اللي كان هيحصل. ويقول خلاص، لك السلعة اللي بتخلص المستورد ما بيبعتش يجيبها. ما هو ما فيش عملة، هي مشكلته كانت ما وبيقول لك العملة لو مش جيت موجودة. جبتها ما اعرفش اسعارها بكام. ومش بس كده، المواطن بيروح النهاردة يجيب السلعة لو لقاها تاني يوم السعر مضروب في 2 صحيح. و3. لا ده كان بقال وبقال ومحل ومحل في شارع واحد، السعرين مختلفين لنفس السلعة. يعني كان هيبقى عندك قضيتين كبار جدا، قضية ان السلعة تكون متوافرة، وقضية تانية هو سعرها يعني طيب اقدر ده اشتري فيما بيه ولا يتعلق بالسلع، ان احنا ما كناش هنلاقي سلع من بره. مش بس كده، هو انت بس العملية سلع؟ قال لك مش عاوز مستلزمات طبية عشان تواجه كورونا؟ طب الاستيراد ده مش بالعملة الصعبة؟ نعم. مين اللي بيدي عملة صعبة قوة الاقتصاد يا محمد بيه؟ اللي هو العملة الصعبة تيجي منين؟ انك بتصدر سلع وخدمات، صحيح. بتصدر سلع وخدمات تيجي لك عملة صعبة. مش لسه بتكلمني عن السياحة؟ هي السياحة دي عبارة عن ايه؟ ان انا بصدر خدمة سياحة صح. فبتجيب لي عملة صعبة، واخد بالك؟ النهاردة التجارة العالمية دي لما بتمر من قناة السويس بقدم خدمة ان انا بسهل حركة الملاحة في قناة السويس بيديني فلوس. طب التجارة العالمية لما تتأثر سلبا وتقف نتيجة البلاد قافلة، انا هتأثر سلبا، واخد بالك؟ فاذا تاني لو ما كانش عندك ساعة الكورونا احتياطي نقدي حوالي 46 مليار دولار قدرت تمتص بيه الخبطة الشديدة، فكنت أول صدمة. صحيح. يعني ما هو ده اللي انا إجابة على حضرتك، إجابة على ما حضرتك، كانش هيكون احتياطي، ما كناش ولا كان هيبقى هنستورد أكل. موجود، ولا كان هيبقى موجود. وبعدين أساسا ولما جت كورونا يعني بعض المستثمرين بيبقوا بيقلقوا وبيبداوا ياخدوا اكشن وبيبداوا يعني عندهم خوف على اموالهم، يعني بتبقى في الاجانب وبتاع طيب اسمح بيبقى لي عنده دكتور معيط، اتوقف امام مصدر كبير من مصادر عملة مصر الصعبة، وحضرتك ايدك على قلبك كل يوم. السياحة كانت بتدخل لنا 12 مليار دولار. السياحة في كل دول العالم دلوقتي واقفة، هتعمل ايه في ال 12 انت مليار دولار؟ بص انا هتعمل هقول ايه في لحضرتك على فلوس حاجه المصريين في الخارج؟ انت هتعمل بص ايه في انا هقول الحاجات لحضرتك دي؟ على حاجه انا هقول لحضرتك على حاجه دائما وابدا الاقتصاد المصري
يعني يتميز بتنوعه، يتميز بتنوعه بتنوع موارده. تنوعه يعني عنده سياحه وعنده لو بتكلم على العمله الصعبه يعني عنده سياحه، عنده قناه سياحة السويس، وعنده حولات في الخارج، وعنده صادرات، وعنده قناه السويس، يعني اصلا اقول عنده تنوع. حتى تكوين الناتج المحلي الاجمالي بتاعنا، الانشاءات والخدمات والصناعه والزراعه، فعنده تنوع الحمد لله رب العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو انت بتكلمني على حاجتين، السياحه، احنا مصر يعني اتخبطت كذا خط في السياحه. صحيح. كان دايما سياده الرئيس يوجهنا يقول تعملوا الموازنه على اساس ان السياحه دايما يعني بتتاثر فيها اوضاع متعدده، وبالتالي ما يجبش انك يعني تحطها مصدر رئيسي للدخل على دي نمره واحد. نمره اتنين، يعني العالم كله متاثر، العالم كله لازم يتحرك، في دول في العالم ده قائمه على السياحه، يعني اقتصاد جزء كبير من اقتصادها اسبانيا، بريطانيا، فرنسا، دول عديده في العالم جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي بتاعها ومن اقتصادها سياحه. اللي اقصد اقوله ايه؟ اللي اقصد اقوله انه الناس عماله تفكر ازاي نتعامل مع المشكله والازمه. انا تقديراتي ان شاء الله باذن الله، باذن الله قبل 31 ديسمبر هتكون في يعني حركه، و يعني احنا بدانا اوريدي في العالم كله وفي مصر، يعني الاقتصاد اتفتح واتفتح بجزء مش وحش، وتدريجيا هيزيد مع الوقت، و يعني اعتقد هيحصل عمليه تعايش الى ان يكون المصل متوافر في الحركه، بدات في حركه. يعني انت حياتك مثال لسه يعني في خبر امبارح بس طالع، الخطوط الجويه الروسيه تبدا عوده رحلات الى مصر اعتبارا من 9 سبتمبر، يعني بعد كام يوم. اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله هنجد كده شويه بشويه الحركه. بس اللي انا بطمنك وبطمن المواطنين ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا وانعم علينا وعدينا فتره اصلاح اقتصادي صعب، نتائجه ساعدتنا، كوننا احتياطي مالي ضخم ساعدنا في الازمه، كوننا فوائد اوليه اللي هي ايراداتنا اكتر من مصروفاتنا ساعدتنا ان احنا نستخدمها، ما زلنا بنحسن الماليه العامه للدوله. وانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. نعم. يعني انا بعتقد والله اعلم يعني انه السنه دي الدوله المصريه يعني للمعاشات نفذت جفت التزاماتها واكثر، بالنسبه للاجور برضو اشتغلت على تحسينها، ضرائب الاجور وكسب العمل وكده خفضناها عشان نحسن للناس، الحمد لله السلع الحمد لله متوفره اسعارها نسبيه. طيب